ما كاين والو اخو، ما كاين والو. ميديا فلاش لوبي خاص غادي يبني مدينه محمدي وشي نهار غادي يبنيو عمارات وبارتمات فوق الجامع البيض. مجلس بلدي يخرج يدور هنا، خاصنا الاعضاء ديال مجلس بلدي يخرجوا يدوروا هنا. غضبه ملكيه هي اللي غترجع مدينه المحمديه للعز ديالها. من القصبه وشميت الريحه في القصبه. من ريحه خانزه دري الدريره القادوس لهيها، قلت لي يلاه بغينا نتحولوا بحال كدا درناها لقيناها في البلاصه هذه مفرقعه وتخرج الريحه خانزه. خاصو يتوضع لي حل. كاين لا شرطه بيئيه ولا اداريه من عاد المواطنين كيتضروا فقط. المواطنين تضروا، دابا حنا كنا مريحين تما والرائحه ما قدرناش نريحوا فيها نص ساعه، ما قدرناش نريحوا فيها. مسؤولين ما كاينين صراحه، جاو هذيك النهار شاف دياجيو غادوش من المكان وطبيعه الحال المسؤولين بانهم كنشوفهم انهم ما قايمينش في الدور ديالهم. ماشي مدينة الحضور بزاف اصاحبي راه بزاف كنت نتبحر هنا، مي دابا شفت هاد الريحه وحق الله ما بقيتش كنفكر نعوم مره اخرى هنا قسما بالله. خطيره على المصطفين، خطيره بكل معنى الكلمه. شي لا عينيك لا لا عينيك لا شي الريحه الصراحه راه قسما بالله. يعني هنايا ما عمتيش نتايا؟ والله ما عمت ملي شفت هاد الحاله ما قدرتش نعوم. ولكن كاين شي ناس اللي رغم هاد الريحه هادي وكيخاطروا بالحياه ديالهم وبالصحه ديالهم وكيعوموا. ما بنادم دابا تيجي تيبغي بروفيتي باش يجبح تيجي ديك كيقول صافي ما غاد بحال اللي ما تيتسوقش لذاك الشيء، ولكن هذا الشيء راه خطر صراحه. على واحد من المواطنين، السلام عليكم. السلام عليكم. كيف كتشوف هذه المشكله هذه اللي هنا بالمركز المحمدي اللي كتجيو ليه الناس من مدن بعيده؟ خويا بالنسبه لهذه الرائحه ملي كيكون المد البحر طالع، ملي كيكون البحر طالع كتكون الريحه ما بايناش، ولكن ملي كيهرب البحر هذيك الرائحه الكريهه كتنبعت بزاف. شنو هو السبب ديال هذا القادوس انه عطى الريحه؟ وراه الناس المسؤولين على مدينه المحمدي خاصهم اللي يلقاو حل لهذا القادوس هذا، خاصهم يزيدوا بشويه لقدام، وراه خاصهم يديروا ليه حل. راه صعيب على الناس على المواطنين اللي كيجيو لهنا للصيف. واش كاينه انت من السكنه ديال المحمديه؟ السكنه ديال الدار البيضاء، ولكن ملي كنجي هنا اليوم تفاجات بهذه الرائحه اللي كاينه هنا. واش كيبانوا لك الشرطه الاداريه او الشرطه البيئيه كتجي هنا يتراقب وتعين؟ لا هادشي من عادم، المراقبه من عادم ما كايناش. تاكد لينا انه ما كاين لا شرطه بيئيه ولا اداريه. ما كاين لا شرطه بيئيه ولا اداريه من عادم. المواطنين كيتضروا فقط. المواطنين تضروا، دابا حنا كنا مريحين تما والرائحه ما قدرناش نريحوا فيها نص ساعه، ما قدرناش نريحوا فيها. ما حنا اللي كبار ما حسك الدراري الصغار. كاري اخويا كاري جدا. الشاطئ غير صالح للسباحه؟ غير صالح. اش تقول المسؤولين في القضيه هذه؟ كنطالب انا المسؤولين بانهم يشوفوا كيفاش يديروا هذا المشكل هذا، حيت الناس هنا كيجيو باش يبدلوا الجو ديالهم الجو ديال المدينه، حيت كيكون مكهرب شويه بالدخان وداك الشيء ديال السيارات والمصانع داك الشيء. وكما كنشوفوا نطالبوا من الناس هما من اللي كيجيو يتبحروا هنايا يجمعوا الازبال ديالهم من يساليو باش نحافظوا على الطبيعه ديالنا والابحار ديالنا. هادشي اللي اذا من المفروض في حاله بحال هذه خاص تكون واحد اللجنه بيئيه من العماله ديال المحمديه ومن الجماعه اللي يديروا واحد البونضه على طول الشاطئ هذه. هادشي كنشوفوا غايب هنا في المحمديه. ومن طبيعه الحال المسؤولين بانهم كنشوفهم انهم ما قايمينش في الدور ديالهم. هادشي علاش اننا كنطالبوا منهم باش يقوموا بالاعمال ديالهم. الواجب الوطني، الواجب الوطني والاحسن على احسن ما يرام. شكرا على الكلمه ديالك. كتشوف الاطفال كيجيو الصباح يعوم وما كانش تلقى شويه ما كانش فرقه بحال ما هكا. ملي جات الحاله بحال ما هكا ديال الاطفال مساكن كتلقى دابا كيعوموا في هادشي موسخ دابا وتخنز بزاف وبنادم كلشي هرب، ولكن حشومه بزاف على هادشي اللي كيديروا. يعني انتم كتقوموا بعمليه ديال التوعيه في غياب الناس مختصين من السلطات المحليه في المحمديه انها توعي الناس. الناس تقوموا بهذا الدور دابا تاكد لينا. ولكن كتجي تفاجئ باش تسافر لبنان شي حاجه شويه صعيبه بزاف. توعيه هذا ما كيتقبلوش. كيتقبلوش كيبقى لك بعيد عليك بزاف واحد المسافه في الماء. كتحدك الواحد ولا بزاف. اما ديال الباص كيف كيضيع مسكين شحال من دري كيمرض دابا. يعني
تلوث خطير نقربوا شويه هنايا واخا ولو ان الريحه راه خطيره ولو ان الريحه خطيره شويه هنايا وما قدرناش ان نمتلكوا راسنا. احكي لينا على هذا. ما كنت نطلب من الناس باش يوقفوا معنا وحيدوا هذه الحاله بعدا كينقوا شويه كاين وينقوا شويه البيئه ويقاس هنا الازبال وتكون شي حاجه باش تكون شي حاجه مهمه في هذه المحمديه وشكرا. شكرا على واحد المواطنين اجي. السلام عليكم. يعني كيفاش هذه الحاله الكارثيه؟ حاله يرثى لها الحاله هذه. راه ديما كيوقع هذه المشاكل ولكن المسؤولين ما كاينينش في المحمديه. المسؤولين ما كاينين صراحه. جاوا هذيك النهار الشاف ديال جي غادروا شويه المكان ونكملوا الهضره. لا واخا مازلنا في برنامج ميديا فلاش. تابع الحديث ديالك. جا هذيك النهار شاف ديال جيو القايد ديال الكوتسوس جاو شافوا هذيك الحاله وتناو جاو مسؤولين اخرين ثاني وجاو صحاب ليديك ولكن هادشي ديما كيوقع هادشي وما بغاوش يديروا ما الحل ما كاينش. المفروض خاص تمنع السباحه على طول هاد الشاطئ هذا. ممنوع السباحه طول كما كيبان لك المواطن ولكن ما كيبانش ما كتبانش حالات ديال المنع. من المفروض ان السلطات تكون هنايا يكونوا دايرين واحد البونطه على طول هاد الشاطئ هذا. هذا من هذا من المفروض واقع هذا واقع هذا مسؤوليه ديال المتناجرات هذه ديال الشاف ديال المتناجرات هذا مهم. الحاله اللي غادي نقول لك دابا هذا الشيء راه ما خاصوش يكون بتاتا. اذا علاش كترمز هذه الرايه الحمراء هذه هنايا؟ هذه كترمز الرايه بان الانسان خاصو يعوم حريه. يعني دابا بغينا نعلق واحد الرايه هنا اش من لون خاصنا نديروها على قبل السواد هذا؟ لون اسود. لون اسود لون اسود لون اسود نعبر على لون اسود. لون اسود على طول شارع المركز. اذا شارع المركز لا يليق للسباحه. لا يليق للسباحه لان كما قال لنا واحد المواطن ولو ان ما تكونش هذه الريحه هذه هنايا يعني جميع الفضلات ديال السكنه ديال المحمديه كدوز من هنايا. يعني من المفروض تكون من القصبه وشميت الريحه في القصبه هادشي راه ما خاصوش يكون. 3 كيلومتر على بعد كيلومتر وما يزيد عليه تقريبا غير من هنا الشيء اللي غادي يوصل لك. هذا واد كيتفرقع ديما هنا في المركز ديال المحمديه. في المركز المحمديه ولكن دابا راه حبس تفرقع شويه ولكن الريحه كريهه كما كنشوف. كاينه غير ديال القديم ديال المدينه راه ماشي واد الحار غير ما قديم ديال المدينه بقاتها فهمتي كيتفرقع. قالوا لي كانت واحد الاله ديال الدفع هنايا ما عرفتش الاسم ديالها شدوا وحولوها بلا ما يعرفوا ان راه كاين واحد العواقب غادي تجي هنا. لا هادشي ما فراسيش لا ما فراسيش لا لا ما فراسيش. السلام عليكم. السلام عليكم خويا. انت من الساكنه ديال المحمديه؟ أنا من البرنوسي وكيعجبني نجي نتبحر هنا مرة وكتشوف أنه باقي صالح أنك تبحر فيه. وأخويا ما نكذبش عليك كنا مريحين واحد دقيقة بحال هكذا شمينا ريحة خانزة. قال لي الدري راه لقى دوس لهيها. قلت لي يلاه بغينا نتحولوا بحال هكذا درناها لقينا البلاصة هذه مفرقعة وتخرج الريحة خانزة. ودابا حنا راه صابرين كنتسناو شي دراري حاد اللي محويج وما قبيلة نطلعوا نحيدوا من هنا. إذا نقدروا نغادروا ربما المكان لأن هذه الريحة هذه شوية. شوفوا الماء يبان لكم ولا موسخ. المفروض انهم يديروا واحد البونده هنايا على طول الشاطئ ديال المركز هنايا باش المواطنين ما يجيوش ولكن هادشي كنشوفوه هنا غايب. علاش اخويا ما نكذبش عليك دابا المسؤولين شو ما كاين حتى واحد هنا بعد البوليس كاين بوست لهم ما هبط حتى واحد هنا باش يشوف هاد القضيه ولا يخويو بنادم. الميتر ناجورات هما اللي داروا هاد المهمه اللي غايديروه هما. هذيك كتشوف هاد الرائحه هذيك صراحه هاد الرائحه كتهدد الصحه ديال المواطنين والاغلبيه كيشموا جايين كيسمعوا بشاطئ المركز لانه شاطئ نظيف والمياه ديالو جد نظيفه ولكن هذيك فقط شعارات. صراحه هادشي خاصو يتوضع عليه حل. خاصو يتوضع عليه حل بصفه نهائيه لانه دابا كيتصاوب اليوم كدوز اسبوع ولا اسبوعين كتعاود نفس. انتم شنو العمل ديالكم؟ العمل ديالنا احنا هو نظافه الشاطئ. نظافه الشاطئ احنا بغينا هذا المشكل ما يبقاش يتكرر. ما كاين والو اخويا ما كاين والو. ميديا فلاش لوبي خاص غادي يبني مدينه محمد جنار غادي كنبنيو عمارات وبارتمات فوق الجامع البيض. مجلس بلدي يخرج يدور هنا خاصنا الاعضاء ديال مجلس بلدي يخرجوا يدوروا هنا. غضبه ملكيه هي اللي غترجع مدينه المحمديه للعز ديالها.